أستاذ نادر رونج الإعلامي الصيني عبر سكايب معايا دلوقتي من بكين. تحياتي لك أستاذ نادر. مرحبا بكم، تحياتي لكم. يعني أمر مثير للدهشة، يعني الصين التي تبنت سياسة الطفل الواحد تعود الآن الحكومة الصينية وتقول للأزواج يعني أنجبوا المزيد، يعني أكثر من طفل. ما السبب؟ صحيح صحيح، في تقرير الخطة الخمسية القادمة نرى يعني أن دائما في الخطط السابق نرى هناك سياسة تنظيم النسل، ولكن هذه يعني لأول مرة خلال السنوات الأخيرة لم نرى على في تقرير أن هناك يجب أو هناك تنظيم النسل، مثلا الطفل واحد أو طفلتين. وهنا هناك فقط مكتوب بأنه سياسة الإنجاب المتسامح، نحن نقول هكذا، لأن الصين الآن دخل إلى مجتمع الشيخوخة. هناك دراسة ومن المتوقع أن تكون يعني معدل عدد السكان المسنين الذين فوق 60 من العمر سيكون معدله فوق 30%، من المتوقع أن يكون بالثلاثين بالمئة من عدد في الإجمالي حلول للسكان. 2035. وبالتالي هناك خوف من إنه يعني ينخفض معدل الإنتاج لأنه عدد المسنين هيكون كبير. صحيح صحيح، لأن هناك أيضا نقص من الأيدي العاملة، فهناك الانخفاض مستمر في السنوات الثلاثة الأخيرة لنسبة أو معدل السكان في عدد السكان في طيب للفئة العمرية من بين 0 و17 طيب عقبا. أستاذ نادر، هل تتوقع استجابة من الأسر لزيادة معدلات الإنجاب؟ أعتقد هناك بعض النتائج، مثلا كما نعلم كان في الصين سياسة طفل واحد، وبعد ذلك هناك أيضا يعني قبل سنوات تم السماح بإنجاب الطفلين. أعتقد هناك استجابة يعني على الأقل من المواطنين، لأن رأيت الكثير من الأسر الآن لهم طفلين في يعني استجابة لهذه السياسة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ نادر رونج الإعلامي الصيني من بكين.